كلمة وصفة طبعا كلمة في الواحد والثمانين هتعمل ايه؟ بس عشان الخلفية عندي صدى فلازم تعرف انك عارف الكلمة دي بتبقى ايه؟ وصفة لازم تعمل فرق بين الواو والصاد مش كده؟ لا هي كلمة واصلة عن بعض واصلة اسمع كلامي اتفضل لما انا بختار اسم المجلة فانا اسم المجلة انا بفهم ان هو اكبر حاجة على المجلة نفس الوقت ان هو لون واحد ما يصحش ان انا الون الا لو المجله اسمها الوان. لو المجله اسمها الوان اعمل الف لون واللام لون والواو لون. لكن هي اسمها وصف. الحركه اللي انت بتعملها الوصف اللي بينهم لكنك انت بتخير الحروف مع بعض ماشي. المجله اصلا شبابيه انت بترجعها. انا بقول لك الصح. صح. اتفضل وبعد كده اطلع انا بقول لك انت عندي انا المجله عامه مش وحشه. طبعا انا شفت فيديو العمليه الاخراج لان الافكار الاخراجيه فيها مش افكار طلبه. انا راجل مخرج بقالي اكثر من 35 سنه فعيب انك تقول لي ان دي الحركه. معلش قول اللي انت عايزه لكن انا بقول لك انك تلعب كويس. المجله بتاعت الجامعه طبعا انتوا عاملين سبوت سبوت يو في وعاملين لون سادس وشغالين الله ينور يعني حرام عليكم اهلا. دي مطلوباتي خلاص دي المجله. نعم عن حلقه وصل بين الجمهور وبين الشباب اللي هم الاندر جراوند. احنا بنناقش في المجله بتاعتنا ثقافه الاندر جراوند كلها. الاندر جراوند دي كلمه يعني ترجمتها عربي ان هي تحت الارض، تمام. فاحنا الفكره بتاعتنا بنتكلم على الثقافه اللي هي مش معروفه والشباب اللي مش معروفين واي حاجه مش معروفه سواء ثقافه فن اي حاجه. فاحنا تولناها الفكره بان احنا شباب والشباب هو اصلا يعني صوت الثوره، فاحنا بنتكلم عن الحاجات اللي طلعت في ظل الثوره وفي قبل الثوره وبعد الثوره، بنتكلم عن الحاجات كلها من جميع الجوانب. طبعا يعني احنا استفدنا من المصادر كتير، ان احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نحترم مواعيدنا معاهم، ازاي نروح نقابل المصدر، ازاي نعرف نتكلم معاه، ازاي ان احنا نقدر نطلع منه المعلومه، ونقدر مش اي معلومه، المعلومه المهمه اللي تدينا الصدق الصحفي. ده بالنسبه اللي احنا اتعلمناه من المصادر دي. بالنسبه بقى للمصادر اللي هم اللي تخلفوا معانا، يعني انا حصل معايا موقف ان انا ساكنه في الهرم وزميلتي ساكنه في اكتوبر، واحنا كنا هنقابل المصدر في مصر الجديده وفي مدينه نصر، فدبنا مشوار 3 ساعات الدنيا كانت زحمه، وفي الاخر هو ما جاش. فدي حاجه وحشه جدا في المصدر فعلا، ان هو ساعات بيديك ميعاد وبيتخلف عنه، مع ان هو المستفيد مش احنا يعني.